اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من مطبخ كنور فاين فود. تعالوا النهارده نعمل نوع جديد من الكبده البانيه. الموضوع سهل جدا وبسيط، لو خدت اكتر من 3 دقايق ما تعملوش الكبده. اول حاجه بنجيب نص كيلو كبده تكون متقطعه رؤيه جدا، يعني نقول شكل الاسكالوب او شكل الفراخ البانيه. اول حاجه بجيب عندي البوله فاضيه، اجيب عندي 2 عدد بصل بس ابشرهم واخد منهم الميه، ميه البصل وكمان ليمون معصور عشان الزفاره، سنه خل بسيطه جدا، فلفل اسمر، ملح، حبه كمون، توم باودر على بصل باودر اكيد بيدي تيست اكتر. وابدا اجيب عندي الكبده بالشكل ده متقطعه خفيف ما فيهاش اي صعوبه، وابدا اقلبهم كويس جدا بالشكل ده. المفروض والصح والمظبوط اسيبها مش اقل من 5 دقايق بس مش كتير عشان خاطر لونها ما يتغيرش. اتبل كويس جدا الكبده بميه البصل وكمان البهارات بتاعتي واسيبها 5 دقايق للتتبيل. ببدا اجيب عندي 2 عدد بيض بالشكل دوت. هعمل الكبده بالفيجيتار بتاع كنور فاين فودز، انا هعمله النهارده بالسبايسي. فلفل اسمر على البيض عشان الزفاره، بسيط جدا من البهارات، وابدا اضربهم على السريع. هكون مجهز عندي الفيجيتار كنور فاين فودز بس السبايسي زي ما اتفقنا. قبل اي شيء اكون مسخن الزيت بتاعي كويس جدا. هبدا اجيب عندي الكبده واطلعها من التتبيله بتاعتها وانزلها عندي في البيض مع الملح والفلفل بالشكل ده. كمان واحده واعمل كده، واجيب عندي الفيجيتار وانزل على الكبده بالشكل ده. المفروض والصح والمظبوط كالعاده بنقول نحط الكبده او اي نوع حاجات بانيه كتير جدا في التلاجة لمده 10 دقائق. وابدا احط ايدي بالشكل ده، اسهل حاجه في الدنيا ما فيهاش صعوبه خالص. طبعا الكبده البانيه بالفيجيتار كنور فاين فودز يمشي معايا بانيه، يمشي معايا طبعا في ساندوتش، يمشي معايا مع مكرونه، اي حاجه انا بحبها ما عنديش مانع فيها خالص. هبدا افضي كويس جدا الفيجيتار وانزل بالزيت بالشكل ده، افضي كويس وانزل كده. انا كده خلاص خلصت الكبده بتاعتي، هستنى لما تستوي لمده 3 دقائق مش اكتر من كده. نسيبها في الزيت تبدا تحمر معايا بالشكل ده، وابدا اجهز عندي الطبق بتاعي. زي ما انتم شايفين الكبده طلعت معايا بالشكل ده. المطلوب ان انا اعمل الكبده تكون بالفيجيتار كنور فاين فودز لون الجولد وتكون مستويه وبالشكل الحلو ده. طبعا عارفين كالعاده بنطلع اي نوع من انواع الفانيه تحت المنديل او اي حاجه تمتص شويه دهون. نطفي النار ونبدا نروح على الغرف. بنخليها تنشف شويه من الزيت، بنجيب حاجه تكون خضراء عشان برضو تمتص الدهون. بقدونس، كزبره، حاجات خضراء تكون فريش كده كويسه. الكبده البانيه طبعا اكيد مع الكبده البانيه دي لازم يكون طبق سلطه كده حلو قوي. اشوفكم حلقه جديده في هنا وشوفكم.